سلام ونعمة، ازيكم؟ حلقة جديدة من حلقات تعليم عزف الترانيم على الجيتار. النهاردة هنعمل طلب ترنيمة لحد غالي على قلبي جدا، لانه من اصدقاء القناة، اسمه مارك هاني. كان طالب ترنيمة من فترة طويلة، يعني اكتر من اسبوعين، وانا بصراحة اتشغلت في حاجات تانية، في حقك عليا يا مارك. هحاول النهاردة ان انا اجتهد واجيبها. يعني ترنيمة على فكرة ترنيمة صلاة وعبادة قوي، وترنيمة استايلها غربي، وفي نفس الوقت كوردتها ماينر، فطعمها حلو. الترنيمة نفسها جميلة، ولو شفتوا الناس اللي بترنمها والكليب بتاعها جميلة فعلا. يعني ترنيمة صلاة حلوة قوي. A minor. يسوع المسيح بموته فتح لنا طريق من الأرض إلى السماء، فقد صار برنا تاني. يسوع المسيح بموته فتح لنا طريق من الأرض إلى السماء، قد صار برنا به ندخل المقدس. رفع النقاب وانشق الحجاب، قد رفع النقاب وانشق الحجاب، لنعاين مجد الآب. قد رفع النقاب وانشق الحجاب، لنعاين مجد الآب. بعد كده في حتة في الآخر جميلة قوي، حابب أعملها لكم برضو. من الآن من الآن من الآن نرى السماوات مفتوحة، من الآن من الآن من الآن نرى السماوات مفتوحة، من الآن من الآن من الآن نرى السماوات وملائكة صاعدة ونازلة. ترنيمة جميلة قوي، ترنيمة صلاة، من الترنيمة اللي انت لو ركزت فيها وخدتها مثلا بعد وقت كتاب مقدس او قبل وقت كتاب مقدس هتفرق قوي، هتحس كده ان هي ترنيمة حلو. وغالبا اللي عاملها بيت الصلاة، فهي ترنيمة قايمة على جو العبادة، يعني هي فيها جو عبادة حلو قوي. تعالوا بقى نظبط السولو بتاعها. احنا من الاي ماينر. كده كان الجزء بتاع البيت الاول، تعالوا ناخد الجزء بتاع قد رفع النقاب. بيعملوا لازمة جميلة قوي بتاعت من الآن من الآن من الآن ترى السماوات مفتوحة، دي جميلة قوي بيعملوها. هي ترنيمة لحنها سهل والتركيز فيها كله على الصلاة، فما فيهاش أي فرهضة، يعني هي لحنها بسيط وجميل والسولو بتاعها سهل وحلو. يعني ذاكروها، وبفكركم إن أنا بدأت كورس المبتدئين اللي بيبدأوا خالص في الجيتار من الأول خالص، عشان الناس الجديدة ما تفوتوش وتنساه، والناس القديمة
ما تزهقش من الحاجات المعادة، فارجعوا اتفرجوا على الحاجات اللي تناسبكم من البلاي ليست. انا مقسم الحاجات في ليست، ذاكروا وبعتولي اسئلتكم الجميلة اللي بتشجعني دايما. اسيبكم في رعاية المسيح، سلام.